الله أكبر، الله أكبر. هذه هي منطقة البرج الطبي الذي أصبحت منطقة أشباح، الذي كان يسمى برج الموت بعد أن قصفها جيش النظام بأكثر من 30 صاروخ وقذيفة. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر. منطقة البرج الطبي منطقة خالية تماما من السكان ومن الحيوانات، منطقة أشباح. حسبنا الله ونعم الوكيل.